الحمد لله على سلامتك يا وردة الحضانة. خليك مرتاحة يا حبيبتي، إن شاء الله تقومين لنا بالسلامة، وأبيش تقومين أحسن من أول. أنا يبلك معاي مجموعة من الكتب، أكيد راح تحبينها. أنا أدري فيك تحبين القراءة، ووصيت لك بعد على مجموعة ثانية. شكرا خالتي، ما قصرتي خالتي. زينيتي قاعد أقول لهم أبي أشوف أمي، مو راضين يودوني لها. تكفى خالتي وديني. وين أوديك لها يا حبيبتي؟ أمك لا هي بغرفة يمك ولا هي بنفس المستشفى أصلا. أمك خذوها مستشفى ثاني، يعني عشان حتى تكون تحت إشراف متخصص. يعني أمك شوية حبيبتي تعبانة أكثر منك. قلت لما صحيت وسمعت الخبر خالتي، خالتي والله من غير أمي راح أضيع.